المجموعه الليبيه اللي موجوده في مصر دلوقتي واللي عايشه في مصر منذ سقوط القذافي وحضرتك واحد منهم، هل بتعانوا من اي مشاكل في مصر؟ هل فعلا في بعض من اسماء حضراتكم على قوائم اغتيالات او يتتبعهم احد من الموجودين حاليا على راس السلطه في ليبيا؟ المجموعات اللي موجوده هنا في ليبيا، اول حاجه نشكر الدوله المصريه الرئيس السيسي وله مواقف طيبة، لأنه الإخوان لما حكموا الإخوان المسلمين لما حكموا مصر قاموا بتسليم بعض الأفراد ومنهم سفيرنا السابق علي مالية وبعض الجماعة نتيجة مبالغ مالية أخذوها. الحكومة المصرية وقفت معنا جزاهم الله خير، ونحن الآن نعتبر أنفسنا في وطننا، غير أننا نطالب أو نتمنى أن الإخوان في أو الإخوة في مصر يعني يراعوا قضية العلاج للجالية، قضية الطلاب أيضا والمصاريف الطلاب والجامعات، قضية التأشيرة يجب أن يروا أن يجب هؤلاء الناس يسهلوا لهم عملية الحركة. وهناك طبعا مجموعة الآن طالبين، لأن كل واحد اختلف مع المجموعات اللي في الداخل يبعثوه إلى البوليس الدولي، وبالتالي هناك مجموعة من الإخوة الموجودين هنا مطلوبين من البوليس الدولي لأنهم أحرار، لأنهم ضد الناتو. وهناك أيضا مجموعات يطاردوا فيهم، لأن في أحد المرات واحد من المسؤولين في النظام بتاع طرابلس ذكر مجموعة بالأسماء من ضمنها اسمي أنا، وهؤلاء قال يجب متابعتهم وقتلهم واغتيالاتهم وكذا، ولكن نحن نعرف أن الأعمار بيد الله ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ألف شكر حقيقة سعادة السفير، شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك.